قال الصحابة هم أولو العرفان. اخرج مما أنت فيه واكسر الحلقة التي تدور فيها، فأنت تدور في حلقة تكسر بموتك. ويحك ألا تنتبه؟ أفق، فإنه يأتيك من حيث لا تحتسب، ولعل مرضا يرتع في بدنك، في كبدك أو في كليتك، سرطان زاحف لا تدري عنه شيئا، حتى إذا ما أمسك بخناق كسرك ولا تملك شيئا حينئذ. لا ينفعك مال جمعته من حرام، لأنه يصير إلى من يتمتع به وعليك وزره، ولا شيء عليه. ولا ينفعك كثرة ولد ولا مقتنيات، اعمل لآخرتك وتوكل على ربك واكسر الحلقة. اخرج من هذا الإلف للعادة، تصحو وتنام وأنت في دائرة. كثير من الخلق كالثور قد عصبت عيناه، يدور في الساقية لا يدري أين هو. أكثر المسلمين للأسف كالثور في الساقية لا يدري أين هو. أرحام تدفع وأرض تبلع، وهو بين صرخة الوضع وأنة النزع، لا يكاد يحس بشيء، مغيب. وإذا أفاق فإنما هي لحظة.